للمزيد تنضم إلينا من تونس مراسلة الغد نجلاء بوخريس. نجلاء، ما هي أصداء ترشح وزير الدفاع للرئاسة وحجم التوافق الشعبي والسياسي حوله؟ نعم لينا، يتصاعد نسق التنافس السياسي والحزبي حول انتخابات الرئاسة المبكرة والمقررة للخامس عشر من سبتمبر أيلول المقبل. وزير الدفاع التونسي تقدم باستقالته اليوم قبل إعلان الترشح رسميا، والتقدم بملف هذا الترشح لانتخابات الرئاسة يعني، وجاءت هذه الاستقالة للفصل بين الحملات الدعائية لهذه الانتخابات والعمل الحكومي. إذن انضم عبد الكريم الزبيدي للمرشحين والذين تجاوز عددهم 30 مرشحا بين الشخصيات السياسية والمستقلين في هذه الانتخابات الرئاسية المبكرة. حظوظ الزبيدي تعتبرها شركات صبر الآراء قوية نوعا ما مقارنة بالأحزاب التقليدية التي شاركت في انتخابات عام 2014، خاصة حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية. إذن بحسب بعض المراقبين وردود الفعل هنا على المستوى الشعبي والسياسي، الأغلبية من التونسيين يعتبرون أن سباق الرئاسة في دوره الأول على الأقل سيكون مرتبطا بعدد قليل من الأسماء، هم عبد الفتاح حمورو مرشح حركة النهضة وعبد الكريم الزبيدي الذي يترشح يعني كمستقل لكن يجد دعم كبير من حزب نداء تونس واتحاد الشغل أعرق المنظمات النقابية وشريحة واسعة من التونسيين أيضا تدعم عبد الكريم الزبيدي، علاوة على مهدي جمعة رئيس الوزراء الأسبق وكذلك عبير موسي أمين عام الحزب الدستوري ونبيل القروي زعيم حزب قلب تونس. إذن لينا هذه الأسماء الأربعة أو الخمسة على أقصى تقدير ستكون بينها حالة من التنافس الشديد في الدور الأول لانتخابات الرئاسة في تونس. نعم نجلاء، شكرا جزيلا لك نجلاء بوخريس مراسلتنا من تونس.